بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا نزلت رسالة الإسلام على جبل؟ نحن نعلم أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء فيتعبد الخالق عز وجل ويبقى الأيام والليالي ذوات العدد، يخلو بنفسه يتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه، فنزلت عليه الرسالة وهو في هذا الجبل العظيم. طيب لماذا؟ من الممكن أن تنزل الرسالة عليه وهو في بيته، من الممكن أن تنزل عليه وهو في مثلا في مكان معين، في سهل، في وادي. لماذا الجبل؟ أيها الأحبة، في القرآن الكريم الجبل له دلالات غريبة جدا ومطابقة لمواصفات رسالة الإسلام. يعني انظروا معي، الله عز وجل جعل الجبال رواسي تثبت. يعني أنت عندما تقول جبل يعني الثبات. أهم ما يميز رسالة الإسلام أنها رسالة ثابتة، راسخة، أصيلة، عكس الرسالات التي حرفت. يعني الإسلام غير قابل للتحريف. تعلمون لماذا أيها الأحبة؟ لأن التعاليم مباشرة وقوية ومحكمة، وكل رسالات الله محكمة طبعا، ولكن سبحان الله طبيعة تعاليم القرآن أنه لا يستطيع أحد أن يغير فيها. سأعطيكم مثالا أيها الأحبة. طبعا بابا الفاتيكان بارك زواج المثليين. لماذا؟ لأن النصوص التي لديه طبعا هي محرفة، يستطيع أن يفسرها كيف ما شاء، في مجال لي يعني يمكن أن يبيح الخمر، يبيح الشذوذ، يبيح أشياء كثيرة، والتحريف الذي طال ما يسمى بالكتاب المقدس جعله كتاب غير ثابت، غير راسخ، بينما القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يبارك أو يحلل. طبعا هم يسمونه زواج المثلين، هو الفاحشة، القرآن سماه الفاحشة، فاحشة قوم لوط. لا يستطيع أحد أن يلغي الصلاة. لا يستطيع أحد أن يقول إن الله له ولد، لأن النصوص واضحة، عشرات النصوص تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. يعني نصوص ثابتة أيها الأحبة. الشيء الثاني أن يعني عندما تطبق تعاليم الإسلام، الإسلام يمنحك شخصية ثابتة أيضا، على عكس الإلحاد. الإلحاد أخي الحبيب يجعلك مضطربا، لأن تعاليم الإسلام واضحة، الوضوح الذي فيها يمنحك الثبات. يعني أنا كإنسان مسلم طبعا التعاليم واضحة أمامي، كل شيء واضح، الحلال بين والحرام بين، فأنا أعيش حياة هادئة ثابتة مطمئنة. بينما الإلحاد مثلا، طيب لماذا خلق الإنسان؟ لا يعلم. طيب ماذا بعد الموت؟ لا يعلم. طيب كيف وجد الكون؟ لا يعلم، فيعيش حياته بكلمة لا أعلم أو لا أدري. فهذا يولد اضطرابات وخلل في التفكير ومشاكل نفسية. لذلك هناك دراسة أنا تحدثت عنها مؤخرا تقول إن الملحد يعاني من اضطراب نفسي، هو ينشأ لديه نتيجة الإلحاد.
لماذا؟ لأنه متناقض، يقول لك كل شيء نشأ بالمصادفة، ولكن الواقع يقول عكس ذلك. هو لا يقبل هذا الملحد أن تقول له مثلا إن هذه جاءت بالمصادفة، لا يقبل، ولكن الكون كله هو يقبل أنه جاء بالمصادفة. هذه النظرة تجعله مضطرب. لاحظتم أيها، لذلك من دلالات نزول الإسلام أو رسالة الإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جبل، فهذا يدل على ثبات وقوة الإسلام. الشيء الثاني أيها الأحبة، الجبل هو مكان عالي وبارز ولا يمكن إخفاؤه. يعني هل يعني أنت تستطيع أن تخفي شجرة، تخفي مثلا بناء عمارة، تخفي مثلا يعني صخرة، تخفي منطقة من الأرض، قطعة أرض تخفيها، ولكن هل استطاع أحد أن يخفي جبل؟ لا يستطيع. فالبروز الموجود في هذا الجبل والعلو يعطيه صفة عالمية، ورسالة الإسلام هي رسالة عالمية، رسالة الإسلام لكل البشر. اليهودي لا يهتم، بل لا يسمح لغيره أن يدخل في اليهودية، ولا يأمن إلا لمن تبع دينه، لا يأمن بينما المسلم بالعكس، المسلم هو الوحيد الذي يفرح إذا دخل أي إنسان في الإسلام. طيب لماذا؟ ما هو مصدر؟ لماذا بقية الديانات عادي لديهم، يدخل يخرج لا مشكلة؟ لأن الإسلام أيها الأحبة دين عالمي يجعلك تشعر بالآخرين حتى لو كان يبعد عنك آلاف الكيلومترات، حتى لو كان يتكلم لغة أخرى ومن عرق آخر ومن منطقة أخرى وكل شيء مختلف، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله تشعر أنه قريب منك. هذه عالمية الإسلام، لذلك نزل على مكان مكشوف لا يمكن إخفاؤه. لا يوجد أسرار لدينا في الإسلام على فكرة أيها الأحبة. كل الطوائف والمذاهب والأديان لديهم شيء باطني، شيء أسرار يخفونها عكس ما يظهرون. الإسلام هو الوحيد الذي أنت تظهر فيه كل شيء. لذلك في الإسلام لم يستطع أحد أن ينشئ ما يسمى بالكهنوت أو رجل دين مسؤول عن كل شيء كما في اليهودية والمسيحية وبعض الطوائف والمذاهب طبعا التي ابتعدت عن الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام دين عالمي، ولا يوجد تقديس لشخص معين. التقديس هو لله ولرسوله فقط، أما كل البشر يخطئ ويصيب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. القضية الثالثة أيها الأحبة، الجبل يتميز بالشموخ والسمو، والإسلام بالفعل هو دين يعني عالي، دين يجعلك تحلق في الأعلى، دين يجعلك تعتز به. يعني أنا مثلا سأعطيك مثال، أنا أخي الحبيب، يعني أنا عندما أمتنع عن شرب الخمر أنا أشعر بالقوة وبالسعادة. طبعا أنا أمتنع من الوازع هو ديني، هو الخوف من الله، هو استجابة لتعاليم الله، ولكن بنفس الوقت أنا أستفيد من هذه التعاليم أن الله عندما أمرني بترك الخمر والابتعاد عنه إنما ليحفظ علي عقلي وصحتي، فهذا أمر مصدر للفخر والقوة بالنسبة لي. لذلك أخي الحبيب، أيضا عندما تصلي، عندما تنادي الله عز وجل، نحن لدينا في الإسلام الله قريب منك، تستطيع أن تكلم الخالق، تستطيع أن لأنه هو القائل فاذكروني أذكركم،
تستطيع أن تناجي الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب جدا منا سبحانه وتعالى. هذا في بقية الأديان، غير يعني في المسيحية مثلا أنت ينبغي أن تذهب إلى كاهن وهو بشر يخطئ ويصيب مثلك مثله، تعترف له إلى آخره. يعني بعض الطوائف أيضا لديها هذا الأمر. في الإسلام لا، أنت مباشرة علاقتك مع الله. القضية الرابعة أيها الأحبة، الجبال لها دور مهم في التوازن، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي تضطرب وتميل وتفقد الأرض توازنها. طيب، نحن تحدثنا عن دراسة موجودة على الموقع الإلكتروني، موجودة على يوتيوب أيضا، ماذا لو زالت الجبال من على الأرض؟ حقيقة هذه دراسة قام بها أحد الباحثين ووجد أن الحياة ستختفي، لأن الجبال هي جزء مهم من التوازن البيئي، جزء مهم من التوازن. فإذا اختفت الجبال التي لها دور مهم في دورة المطر، دورة الماء، ودورة ما يسمى بالكربون، ولها تأثير كبير جدا على حياة الكائنات الحية وعلى حياة الغطاء النباتي، وبالتالي إذا اختفت الجبال يختفي التوازن. فكأن الله يريد أن يقول لك: أنا أنزلت لك رسالة الإسلام على جبل لأعطيك إشارة إلى التوازن. والإسلام دين متوازن أيها الأحبة، يجعلك تتوازن بين الدنيا والآخرة. لذلك الدنيا وردت في القرآن 115 مرة، والآخرة ذكرت 115 مرة، نفس العدد. يقول لك اعمل توازن بين الدنيا والآخرة لكي لا تطغى الدنيا على الآخرة. طيب، هذا التوازن أيها الأحبة يجعلك تعيش حياة خالية من الاضطرابات، حياة فيها نوع من يعني مثال، سأعطيك مثال. القرآن يتحدث كثيرا عن مغفرة الذنوب. طيب، أنت عندما تشعر في حال أنك أخطأت أن هناك ربا يغفر، تتخلص من عقدة الذنب. عندما تبتلى بمرض وتعلم أن الله ابتلاك به ليطهرك من الذنوب، ترتاح نفسيا. عندما تعلم أن الموت هو أول خطوة على طريق لقاء الله عز وجل، يعني تنزع منك أو ينزع منك إحساس الخوف من الموت، يصبح لديك فقط غريزة فطرية هي كراهية الموت. أما موضوع الموت فهو مقدر من الله عز وجل. فتجد أن هذه التعاليم متوازنة، كل ما أحله الله لك من طيبات فيه خير، نهاك عن الشر. باختصار، هذا هو التوازن الذي يحدث عندما تقتنع وتطبق تعاليم الإسلام. يعني أنت تستطيع أن تستمتع بالحياة كما تشاء، ولكن لا تعصي الله. تستطيع أن تأكل ولكن لا تأكل لحم الخنزير. تستطيع أن تشرب ولكن لا تشرب الخمر. تستطيع أن تمارس حياتك ضمن الزواج ولكن لا تزني. تستطيع أن تجمع المال ولكن من حلال، لا تأكل الربا. فإذن فأنت تستطيع أن تفعل كل شيء وتمارس كل المتع ولكن كما أمرك الله. وأنا طبعا يعني عندما أرى الذين يعصون الله بالفعل أنا أحزن عليهم، مساكين. يعني أنت تذهب للزنا، ما الذي يضطرك للزنا والزواج أمامك مباح ومتاح وهو أفضل وأطهر وأكثر سعادة؟ لا يوجد إنسان زاني سعيد أبدا، لأن مجرد مشاهدة الأفلام الإباحية ومشاهدة وأن تشتهي امرأة أو تمارس معها الزنا أو كذا أو كذا،
يدمر مناطق في الناصية هنا في وراء الجبهة في المنطقة الأمامية من الدماغ، مما يعطل إفراز هرمون السعادة، تشعر بسعادة أقل، يعطل اتخاذ القرار الصحيح، قراراتك تصبح خاطئة، يسبب مشاكل كثيرة، الزنا أيها الأحبة. لذلك أنا عندما ابتعدت عن الزنا أصبحت أشعر بسعادة أكبر، ابتعدت عن الخمر، أنا ابتعدت عن الأمراض والسرطان والمشاكل، أصبحت أشعر بسعادة أكبر. عندما طبقت الطهارة والصلاة في حياتي أصبحت أشعر بسعادة غامرة، لأن الطهارة يعني مهمة جدا أيها الأحبة، أن تكون على الطهارة تشعر بهدوء نفسي. طيب القضية الخامسة، أن الجبل أيها الأحبة هو مصدر للخير. اليوم أيضا هناك دراسات تناولناها كثيرا في مواضيع الإعجاز العلمي عن أهمية الجبال في تنقية المياه، هي مصدر للمياه العذبة. لذلك قال تعالى وجعلنا فيها، أي في الأرض يعني، رواسي شامخات عاليات وأسقيناكم ماء فراتا، فرات يعني مستساغ. طيب الجبل له دور في نزول المطر وفي تنقية الماء على فكرة، وأعذب أنواع المياه وأكثرها غلاء الموجودة بقرب الجبال العالية على فكرة، يعني هذه البحيرات العذبة والينابيع. طيب الجبل مصدر للخير والإسلام مصدر للخير. والله أيها الأحبة، أنت عندما تطبق تعاليم الله كل الخير، أنت تدخل في يعني جو من الخير. الإسلام كله خير، إذا أصابك ضر تصبر ويكون خيرا لك، إذا أصابك مثلا أمر مرض أو بلاء أيضا ترضى وتصبر ويكون خيرا لك، وإذا أصابك فرح وسرور تشكر الله ويكون خيرا لك أيضا، فأنت في كلتا الحالتين أنت في حالة خير. فكما أن الجبل مصدر للخير، كذلك الإسلام هو مصدر للخير لمن يفهم الإسلام ويتبع تعاليمه على قناعة وتأمل وتدبر. لذلك الإسلام أمرنا بالتدبر وبالتأمل أيضا أيها الأحبة. طيب القضية السادسة أخي الحبيب، أن الرسالة لو نزلت مثلا في بيت كان له خصوصية، البيت له خصوصية، بينما رسالة الإسلام عامة وعالمية. فعندما نزلت الرسالة على جبل، يعني هذا يدل على ثقل الرسالة، الجبل ثقيل. نحن نعلم أن الجبل له وتد يغوص في الأرض عميقا، تحدثنا عن دراسة موجودة على موقع ناشونال جيوغرافيك وموقع لايف ساينس ومواقع كثيرة علمية، تقول بأن جبال الهيمالايا مثلا ترتفع بحدود يعني لنقل 8.8 كيلومتر، يعني هذا مثلا ارتفاع الجبل هكذا، هذا هو ارتفاع الجبل فوق سطح الأرض، انظروا أيها الأحبة، وهو يغوص 100 أو 120 كيلومتر له وتد. ولكن هذا الوتد طبعا ليس مثل القلم، أنا أشبه، هو وتد عميق وقاعدته عريضة، هو يظهر منه هذا الجزء فقط. فمما يدل على أن رسالة الإسلام هنا أيها الأحبة رسالة ثقيلة ومتجذرة. لذلك مثلا اليوم حول العالم، مثال، عندما يستهزأ مثلا بأي ديانة على وجه الأرض أو برموز هذه الديانة، نرى أصحاب هذه الديانة لا يبالون، كثير منهم يعني، ولكن عندما يأتي شخص ويسيء للنبي عليه الصلاة والسلام تجد أن العالم الإسلامي ينتفض. لماذا؟ بسبب قوة تأثير وعمق تأثير الإسلام في نفوسنا.
بسبب عمق تأثير الإسلام في نفوسنا. وبالتالي الإسلام يؤثر عميقا. يعني تجد واحد شخص قد لا يصلي ولا يصوم ولا ولا، وقد تجده مجرم أحيانا، وتجده يأكل الحرام وكذا، ولكن إذا أسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ينتفض، ويمكن أن يرتكب جريمة مثلا. ما الذي يحدث في داخله؟ مع أنه لا، يعني عمليا هو غير مسلم، ولكن نشأ في بيئة مسلمة فأحدثت أثرا عميقا في داخله، أن القرآن خط أحمر، النبي خط أحمر، الله عز وجل خط أحمر. فإذا عمق هذا الجبل، عمق الوتد الموجود داخل الأرض، أو ما يسمى بجذر الجبل موجود داخل الأرض، يدل على عمق الرسالة التي نزلت على ظهر هذا الجبل. أخيرا القضية السابعة، وهي قضية مهمة أيها الأحبة، أن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني الجبل لا يتحمل نزول القرآن له، هو تحمل نزول القرآن عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل سيدنا جبريل كان في الغار على هذا الجبل مرتفع، وتلقى أول كلمات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال له الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل بعد ذلك: اقرأ باسم ربك يا أيها المزمل. ثم قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكما أن الجبل ثقيل وعميق، رسالة الإسلام ثقيلة وعميقة، تترك أثرا في نفوس من يعتنق هذا الدين الحنيف. لذلك أخي الحبيب، هذه سبعة أسباب لماذا نزلت رسالة الإسلام على جبل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.